كانت الأحوال الجوية الأيامات اللي فاتوا كانت تعطلتنا باش ننطلق في الربع مشاريع. الحمد لله اليوم المؤسسات تم توطينها في المشاريع الأرضية، تم يعني انا ايدونتيفي لا ريزيرف فونسيير بور لا رياليزاسيون تاع لي زيكيبمون هادو، اون ايكول بريمير ثانويه، اون بوليكلينيك، اون سورتي اوربان في البول تاع حوش الريح. ما ننساش انه حوش الريح كما قلت ماهوش حي، هو قطب حضري تقريبا 8500 وحده سكنيه كلها موطنه هنا. راح نمشي في المرافق العموميه بنفس الريتم، تقريبا 13 مرفق عمومي هو مبرمج في القطب الحضري.